الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا لا انقضاء له، نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيراً. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نهيه، أما بعد، فقد قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أعزيكم أيها المؤمنون والمؤمنات، وأعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسين سلام الله عليه وحلول ذكرى عاشوراء البطولة، عاشوراء الفداء والتضحية، عاشوراء الملحمة الخالدة التي سطر فيها أبو الشهداء وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام أمثلة رائعة في التضحية والجهاد والعطاء في سبيل الله، العطاء اللامحدود. في هذه الأيام العزيزة الكريمة المباركة نحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا تقليد اعتدنا عليه منذ مئات السنين، حيث أسس أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن قبلهم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أسسوا لمشروع إقامة ذكرى الحسين في كل عام. وهناك من يتساءل فيقول: لماذا الإصرار على إقامة ذكرى الحسين عليه السلام في كل سنة بهذه العظمة وبهذا المستوى الكبير وإعلان الحداد ولبس السواد وإقامة المآتم؟ لماذا؟ لماذا كل هذه المظاهر؟ الحسين عليه السلام لم يكن بأي حال من الأحوال الشهيد الوحيد في تاريخ الإسلام، هناك شهداء كثر سبقوه وهناك شهداء جاءوا من بعده، لماذا الحسين بالذات؟
لماذا الإصرار على إحياء ذكرى عاشوراء بالذات؟ الجواب عن هذا أيها الأعزاء، حينما نحيي ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام فنحن لا نحيي ذكرى شخص واحد معين، وإنما نحيي ذكر الإسلام، لأن الإسلام تجسد في الحسين عليه السلام، العدالة تجسدت في الحسين. الحسين كان يمثل كل القيم التي جاء بها جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحسين عليه السلام حينما وقف في أرض كربلاء يقاتل أعداء الله، إنما كان يمثل جده المصطفى، ومن جاء لقتاله كان قد جاء لقتال جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالحرب لم تكن بين الحسين بن علي عليه السلام ويزيد بن معاوية، الحرب كانت بين رسول الله، بين أنبياء الله، بين رسل الله، بين معسكر الله ومعسكر الشيطان ومعسكر فرعون ونمرود وكل الفراعنة والطغاة على مر التاريخ، تمثلوا أيضا في يزيد بن معاوية كما تمثل الأنبياء في الحسين عليه السلام. إمامنا وسيدنا الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه يخاطب جده الإمام الحسين عليه السلام قائلا: لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الحلال والحرام. بقتل الإمام الحسين عليه السلام قتلوا الإسلام نفسه، وبتمزيقهم لجسد الحسين إنما مزقوا القرآن نفسه. ولا القضية ليست قضية شخصية أيها الأعزاء، قضية ليست شخصية تخص الحسين بالذات، أعداؤه كانوا يريدون اجتثاث الإسلام، وكانوا يريدون القضاء على القرآن. وقد تواترت الأخبار التاريخية عن مخطط خبيث لبني أمية للقضاء على الإسلام خلال سنوات بسيطة، تحويل الإسلام إلى ديكور، إلى مجرد طقوس فقط خالية من المحتوى والمعنى. الإمام الحسين يوم خرج من مكة، كما تعلمون الإمام الحسين جاء إلى العراق من مكة، يعني كان في المدينة المنورة، خرج من المدينة باتجاه مكة المكرمة، أقام فيها قرابة 5 أشهر من شهر رجب إلى شهر ذي الحجة، وخرج من مكة يوم 8 من ذي الحجة. تعرفون هذا اليوم له أهمية خاصة، يوم التروية. يوم التروية كل الحجاج يتوجهون فيه إلى عرفات، كل الحجاج إلا شخص واحد يخرج من مكة باتجاه العراق، وهو الإمام الحسين عليه السلام، لا يذهب إلى عرفات، لا يحج تلك السنة، ويتوجه إلى العراق. الحجاج قادمون إلى مكة ليحجوا، والحسين خارج من مكة متوجها إلى العراق. ألم يكن يعرف الحسين قيمة الحاج وأهمية الحاج وثواب الحاج؟ وهو إمام المسلمين، وهو حجة الله على الناس أجمعين، أكيد الإمام الحسين يعرف قيمة الحج. ولكن الإمام الحسين أراد بفعله هذا أن يثبت للناس وللعالم أن الحج رغم عظمته وأهميته وقدسيته تحت ظل حكومة مثل حكومة يزيد لا قيمة له، يتحول إلى ممارسات وثنية كما كان قبل الإسلام. الإسلام مو هو أول من ابتدع الحج، الحج أول من أسسه إبراهيم عليه السلام، وابتدأ الحج في زمن إبراهيم، وبمرور الزمن تحول الحج
إلى ممارسة وثنية لمشركي الجزيرة العربية. بدل أن يوحد الله فيه كانوا يشركون بالله، كانوا يمارسون ممارسات وثنية، وما كان دعاؤهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فجاء الحج وطهر جاء الإسلام وطهر الحج من الشوائب وأرجعه إلى حقيقته التوحيدية. بنو أمية أرادوا أن يعيدوا الحج حجا وثنيا، والإسلام أرادوا أن يعيدوه، أن يخرجوه من محتواه ويحولوه إلى مجموعة طقوس شكلية فقط. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام خرج من مكة في هذا اليوم ليقول للناس، للمسلمين: لا قيمة لحجكم، ما قيمة حجكم، أنتم تحجون إلى بيت الله الحرام وخليفتكم المتولي عليكم يمزق القرآن في كل يوم وفي كل لحظة ويدوس بقدمه على مبادئ الإسلام، وأنتم ساكتون، أنتم سادرون في غيكم لا تحركون ساكنا. بدل أن تحجوا إلى بيت الله الحرام، تعالوا معي وحجوا إلى كربلاء لننقذ الإسلام من براثن الأمويين. لبى نداءه كم واحد؟ 72 واحد فقط. الأكثرية الساحقة من المسلمين لم يلبوا نداء الحسين وظلوا في غيهم يتصورون أنهم يعبدون الله وهم لا يعبدون الله، يعبدون يزيد من حيث لا يشعرون. وخرج الحسين عليه السلام وألقى خطبة في عند خروجه من مكة المكرمة، خط الم خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أجربة سغبا وأكراشا جوفا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. وذهب إلى كربلاء وحصل ما حصل، ولكن تمكن الحسين عليه السلام في النهاية من إنقاذ الإسلام بعد أن فجر تلك الثورة العظيمة في كربلاء وأيقظ على أثرها ضمائر المسلمين النائمة. أؤكد لكم أيها الأعزاء تأكيدا صادقا أن صلاتكم اليوم هنا يعود الفضل فيها بعد الله إلى الحسين عليه السلام، وصيامكم يعود الفضل فيه بعد الله إلى الحسين عليه السلام، وكل عمل تتقربون فيه إلى الله وكل ممارسة عبادية تقومون بها يعود الفضل الكبير فيها إلى الحسين، لأنه أنقذ الإسلام وأوصله إليكم نقيا صافيا قبل أن يتمكن بنو أمية من طمسه ورمسه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى
تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمدٍ عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأطيب وأطهر ما صليت على أحدٍ من العالمين، وصل على أخيه ووصيه من بعده عليٍ أمير المؤمنين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة المهدي، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين بين يديه بإذن الله. My dear brothers and sisters, again we are commemorating Ashura. Some people may ask, why is it that you Shia Muslims are very persistent with observing Ashura every single year? You know, many people were martyred in the early history of Islam, many martyrs. Why only Imam Hussein? Why you keep doing this every single year for 10 days? You hold a huge program. You stop going to work. You go to your centers, mosques, just to commemorate one person who died some 1,200, 1,300 years ago. Why is that? My dear brothers and sisters, if someone asks this question out of seeking the legitimate answer, that's fine. But if someone says this stubbornly, that means they have an issue. They have to go and study the history of Islam. They need to know who Imam Hussein was and why he revolted, so you can tell why we are commemorating Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein was representing the Prophet and his principles. And because he was representing the Prophet, he was able to save Islam. If you go to back to history, you will find out that there were two people, or actually three people, who were very instrumental in establishing this religion. The first one obviously is our Holy Prophet, صلوا عليه بأعلى أصواتكم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, who worked tirelessly for 23 years delivering the message of Allah. But he was aided and supported by who? By another man who's still not being recognized and appreciated by the vast majority of Muslims, and that is Imam Ali alayhi salam. You can consider Imam Ali the second founder of Islam. Without his sword, his blood, his sacrifices, you would not be able to pray and fast today. In one day, Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, I'm not making this up, Allah says, you Muslims were about to be annihilated completely. When? The day of Khandaq. In the battle of Khandaq, the ditch. Allah tells us what happened to Muslims. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Remember the day you were surrounded and encircled by your enemy who came from above and from beneath you, and they encircled you, and your vision was going blurry, and your heart were going out of your chest. This is what the Quran says. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَالْبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ. Out of fear. But then Allah subhanahu wa ta'ala saved Muslims and Islam by who? By one man, Ali ibn Abi Talib. That the Prophet says, ضربت علي, the strike of Ali that day when he killed the arch enemy of Quraysh, and he overwhelmed him, and he achieved great victory for Islam that day. The Prophet describes the strike of Imam Ali. He says, لضربت علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. There are 1.8 billion Muslims who worship Allah 5 times a day since the appearance of Islam till now and till the Day of Judgment, right? Multiply that. See how many prayers that would be. The Prophet says, one strike of Ali ibn Abi Talib is better than all your worship, all your prayers and fasting. Why? Because your fasting saves you. Your prayer saves you. But the strike of Imam Ali saved Islam. Saved the entire Islam. The third person that is considered the second or the third founder of Islam is Imam Hussein alayhi salam. And I'm not making this up. Only if you are well versed in history, my dear brothers and sisters. Some people say, why we always go back to history? If you don't study history, you will not understand your present. That's why there are colleges for history, history college. Why people? You think people are stupid? People who go to Harvard, to Princeton, to Yale to study history, are they crazy people wasting their time? No. Studying history helps us understand the present. Study the history of Islam so you can tell who Hussein was and why you celebrate him every year. One main reason is because Imam Hussein, through his sacrifices, and what a sacrifice, a man who gave up everything for Allah subhanahu wa ta'ala. He gave his children. I may be willing to go to the battlefield and kill myself, but I will think 10 times before allowing my son to go to the battlefield. But Imam Hussein gave himself, his blood, his son Ali al-Akbar, his son Ali al-Asghar, his brothers, his cousins, wholeheartedly for Allah subhanahu wa ta'ala. He knew that is the price tag for saving Islam. He knew that is the only price tag for saving Islam, is to give up his blood, his life, and his children. And on top of that, his wife, his sisters, his daughters will be taken as war captives. Imam Zain al-Abidin kept crying after Ashura. Some people will tell him, Ibn Rasulullah, what's wrong? You keep crying. Hussein was not the first person to die in the battlefield. Before that, your grandfather, القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. Murder is a habit for you, for this family, to be murdered. And the honor God has given you is shahada, martyrdom. Imam Zain al-Abidin nodded. He says, yes, you're right. القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة
ولكن يا أبا حمزة هل سبي النساء لنا عادة؟ We got used to being killed and murdered, but were we used to our women, we'd be taken as war captives? This never happened before. And the daughters of Rasulullah himself, the most honorable person in his own state, in his own country, in a place where every Muslim reveres this man, his children, his daughters were taken as a war captive. You understand now the magnitude of the tragedy of Ashura, that Yazid was willing to violate the most sacred principles of Islam, to violate the family of the Prophet so he can continue his deviation of Islam till Imam Hussein stopped him. And the price was very heavy for Imam Hussein. But he was willing to give that price up. He was willing to give everything for Allah subhanahu wa ta'ala so he can save this religion. That's why, my dear brothers and sisters, whatever we do for Hussein, the commemorations, the events we hold, this is a little, little token of appreciation we offer to Imam Hussein. Imam Hussein deserves much more, a man who gave everything for Allah. I don't want to make you too emotional, my dear brothers and sisters. Biruni is a scholar, a Sunni scholar. He says, لَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ قَتْلَةً مَا قُتِلَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ Imam Hussein was murdered in a fashion that no other human being was killed. They used sword, they used spears, they used wood, they used rock, everything in their disposal they used to kill Imam Hussein. And Imam Hussein's answer and reaction was what? إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. If that what makes you happy and satisfied and that's what ensures saving your religion, take as much as you're pleased. And he gave his blood. The most brutal murder in the history of humanity occurred upon the son of Rasulullah. Few minutes before his murder, Imam Hussein said something so heart-breaking. He says, إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تَقْتُلُونَ إِبْنَ بِنْتِ نَبِيٍّ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ إِبْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرَهِ He says, you guys killing a man knowing that there is no other grandson on the face of earth other than him. Yet, they killed Imam Hussein brutally. And what was the reaction of Imam Hussein alayhi salam? My Lord, accept. Sayyidah Zainab next day comes to the body of her brother Hussein and she raises the body a little bit and she says, Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban. Accept this qurban. Accept this sacrifice from Nabiyyik, from your Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. My dear brothers and sisters, I remind you that our Ashura program is continuing every night. The English program begins at 8 p.m. And Abu Haida, by Samahat Sayyid Muhammad Baqir al-Qazwini, and the Arabic program begins at 10 p.m. by Samahat Sayyid Mustafa al-Qazwini. I encourage you to continue attending. Alhamdulillah, your response have been overwhelming, especially in the English program. I am so impressed, so delighted to see our young, beautiful children, our dear sisters and brothers are attending and learning more and more about Ashura. God bless you. God bless you. And I want to give you one good tiding, my dear brothers and sisters. Imam, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, من أحبنا
حشر معنا. Whoever loves us, أهل البيت, he or she will be resurrected with us. ولو أحبنا حجر لحشر معنا. If a rock, loves us, God will resurrect that rock with us. So I pray that Allah subhanahu wa ta'ala will resurrect us all with Imam Hussein alayhi salam and his companion. I would like to reserve my last two comments for what is happening now in Palestine, my dear brothers and sisters, and in Washington. As you know, Israel is continuing cracking down on those oppressed people in Palestine. Unfortunately, nowadays, we see that many Arab countries who used to claim fighting for the right cause, they have abandoned the Palestinian people. They have nobody now. Nobody. 1.8 billion Muslims who mostly abandoned the Palestinians. But yet, I believe the Palestinians have Allah subhanahu wa ta'ala. And as long as they adhere to the rules of Allah and Islam, and as long as they are inspired by Imam Hussein alayhi salam, in the end, they will be victorious. Imam Hussein alayhi salam is the example. I quote Ahmed al-Shuqayri. Ahmed al-Shuqayri was the first chairman of PLO before Yasser Arafat. Listen to this. He says in his memoirs, he says, I met with Mao Zedong. You know who Mao Zedong is? The leader of China, revolution in China. The legendary leader of today's China. Ahmed al-Shuqayri asked the revolutionary Mao Zedong to teach him a few techniques so they can use against Israel, against the Israeli occupation. You know what Mao Zedong told him? Mao Zedong was a communist. Basically, he didn't believe in God. But he was a brave leader. He told, Mao Zedong told Ahmed al-Shuqayri, the first PLO leader, he says, you're asking me to teach you techniques, how to fight oppression and injustice, when you guys have Hussein ibn Ali ibn Abi Talib in your history? Go and learn from your own leader. You don't need to come to me in China to teach you. When you have a man like Hussein, who taught Muslims, hayhata minna dhilla. Never I accept a humiliation. Never I will allow a demon, a dictator like Yazid to strip me out of my dignity. My dignity, my freedom comes first. And if I'm giving a choice between my life and my dignity, I will choose my dignity. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. So my dear brothers and sisters, as we are commemorating Imam Hussein today, we salute the Palestinian people. We salute those armless, defenseless people who have been defending their dignity in Jenin and in Palestine before an arrogant might like Israel. No matter how Israel will be supported by the US, by the European Union, by many superpower, in the end, Allah will stay with the mazloom, with the oppressed. And there will be a day of reckoning for Israel that we hope it will be soon, insha'Allah. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, tabi'allahumma baynana wa baynahum bil khayrat,
إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. My dear brothers and sisters, is it okay if you squeeze